السلام عليكم، عندي رياضة المتوسط، تأكد من فهمك. صفحة 84، السؤال الثاني والسؤال الثالث. ألقيت قطعة معدنية مرتين بالكتاب، مرسوم أسد ومرسوم ملوية، فهاي القطعة الأولى اللي بيها الأسد والملوية ألقيت مرتين، طلعت لنا بالسؤال رايدين أرسم جدول، رايدين جدول، ما رايدين شجرة، رايدين جدول، يعني حسب السؤال. إذا رايدين بس جدول، إذا شنو أقول؟ جدول أرسمه هيك، رسم الجدول زين. رايدين الشكل ورايدين الناتج زين. عندي أول عملة مرسوم بها أسد، أو ثاني عملة مرسوم بها ملوية زين. هاي الأسد إذا أغلبها ملوية جواها، هاي أول عملة. العملة الثانية المعدنية، القطعة الثانية، القطعة الفوق بها ملوية، وإذا أغلبها الجوا بها أسد، إذا بها جهتين، جهة أسد وملوية، وهاي هماتين جهة أسد بها جهة أسد وجهة ملوية زين. إذا شو الشكل طلع لي؟ أسد ملوية بعدين أسد ملوية. ليش عدتها مرتين؟ يعني بالسؤال ألقيت مرتين، مرتين مرتين، الوجه الأول بها أسد وملوية، هاي أول عملة. القطعة الثانية هم بها أسد وملوية زين. النواتج، الأسد مع الملوية الملوية مع أسد والأسد مع أسد وملوية احتمال ملوية زين. شنو معناتها؟ ليش أنا قلت أسد ملوية؟ احتمال من أذبهم سوى، العملتين أذبهم سوى بالهواء وتطلع بإيدي مثلا، تطلع احتمال واحدة أسد واحدة ملوية، هاي أول احتمال، أول ناتج. احتمال ثاني، القطعتين سوى من أذبهم وبعدين أرجعهن، احتمال تطلع ملوية وأسد. احتمال ثالث، ألقيها بالجو بعد راح توقع بالقاع، ايش راح تطلع لي؟ احتمال تطلع مش شابهة، أسد أسد، أو احتمال ألقيها مرتلخ أرفعها بالهواء أشمرها بالهواء بعدين تنزل بالقاع، ايش راح تطلع لي؟ ملوية ملوية، احتمال ملوية مش شابهة سوى، احتمال أسدين أسدين بالكتابة، احتمال أسد ملوية، احتمال ملوية أسد، يعني حسب الاحتمالات والنواتج. ليش يسموها تجربة؟ لأن هيش بيها مفردات، بيها الناتج وبيها التجربة، حتى أطلع فضاء العينة أطلع الناتج والجدول، يعني هاي الفكرة مالتي ماشي. هسه راح أكتب فضاء العينة، أكتب فضاء العينة، فضاء العينة هي ناتج، هي نواتج
طلعت لي أسد ملوية، أفتح قوس أسد ملوية، بعدين ملوية أسد، ملوية أسد، بعدين أسد أسد. ملوية ملوية. أسقو الصغير بعدين الكبير. هاي المجموعة يسموها فضاء العينة. زين، إيش قد عددها؟ نحسب. واحدة، ثنتين، ثلاثة، أربعة. أربع نواتج، يعني أربع نواتج من التجربة. إذن عددها أربعة. عددها أربعة. ساوي لي أربعة. هاي أول حل. انتظروني فيديو ثاني أسألكم حل الثاني، يعني طريقتين. هي ها طريقة أولى، ها طريقة أولى، طريقة الأولى. تختارون لو هاي لو هاي، شديتها من الشابهة وشكراً.